اللي ينضم إلينا من أثينا عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية. عبد الستار، أهلا بك معنا. عبد الستار، إذا مظاهرة متجددة هذه حول موضوع هذا الحادث، حادث القطارات، هذه تقريبا المظاهرة الثالثة أو الرابعة. ضعنا في تفاصيل هذه المظاهرة ومن دعا إليها. نعم رعد، بعد التحية. بالنسبة للمظاهرات هنا في اليونان بصراحة أصبحت طبيعة يومية منذ حادث اصطدام القطارين الذي راح ضحيته 57 قتيلا، وأصبحت الطلاب، التلاميذ، المؤسسات العمالية، اتحادات نقابات الموظفين كل يوم يخرجون بمظاهرة جديدة، بالرغم من أن الحكومة اليونانية بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكس استجابت لجميع مطالب المتظاهرين وقدمت يعني تسهيلات كثيرة جدا، ويعني 11 بندا لتسهيلات لأهالي الضحايا وأهالي المصابين وأولئك الذين يعني عندهم إعاقة أكثر من 50%. اليوم هناك بعض المنظمات العمالية والمؤسسات دعت إلى هذه التظاهرة، ولكن التظاهرة الأقوى التي نحن بانتظارها هي يوم الخميس المقبل، حيث دعت اتحادات نقابات العمال والموظفين إلى إضراب لمدة 24 ساعة، ويتزامن مع هذا الإضراب تظاهرات واحتجاجات وسط أثينا. تظاهرة اليوم يعني عشان اليوم الأحد وهو عطلة رسمية، هناك تخوف من الشرطة اليونانية أن تكون هناك يعني بعض أعمال الشغب، ولذلك أغلقت بعض الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة أثينا، وأيضا أغلقت بعض محطات مترو الأنفاق. أشير إلى أن رئيس الوزراء اليوناني ووزير المالي ووزير النقل الجديد يعني على قدم وساق يسعون على قدم وساق في استيراد أجهزة حديثة لوسائل النقل العام وخصوصا السكة الحديد، ويعني وفقا لبيان من الحكومة أن نحو يعني خلال شهر أو شهرين سوف يكون كل شيء جاهز في السكة الحديد بعد الاتصالات المكثفة التي تجريها الحكومة اليونانية مع المفوضية الأوروبية ومع الدول الأوروبية المتقدمة في نظام السكة الحديد. نعم. طيب، يعني الآن هنالك مظاهرة وسط العاصمة لاتحاد العمال تقريبا، وأيضا للطلبة، فهل من معلومات لديك الآن، هل من معلومات لديك حول هذه المظاهرة؟ نعم، المعلومات يعني حتى هذه اللحظة اتحادات نقابات العمال أشير إلى أن يعني هي نحو 35 نقابة تقريبا. هناك بعض اتحادات النقابات عندما يعقدون اجتماعا يقررون تنظيم مظاهرة، يبلغون الشرطة اليونانية، والشرطة اليونانية تقوم ب يعني تأمين هذه التظاهرة. طبعا أول ما تكون في مظاهرة ينضم إليها العديد من الطلاب أو من التلاميذ أو من المواطنين العاديين، ولكن أشير إلى أيضا إلى بعض التحاليل التي تقول هنا في اليونان أن هذه التظاهرات يقوم بها هؤلاء الذين لديهم أعمال ثابتة ولا يخافون أنهم سوف يتم يعني طردهم من العمل أو أنهم سوف لا يتقاضون رواتبهم. هؤلاء يعني يقومون بهذه التظاهرة ويدفع ثمن هذه الأشياء الناس العاديين الذين يعني يسعون إلى لقمة العيش وإلى أعمالهم. نعم نعم، عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من أثينا وأفرشك لك. سنقف معك بالتأكيد على ماذا يحدث في أثينا من مظاهرات في قبل أيام. شكرا لك.